المفروض. هذه الورشة مهمة جدا، هي تتحدث عن تمكين المرأة اقتصاديا، كيف نساعد عمائل المرأة في انها تمكن اقتصاديا. يعني المشاريع، المرأة بحاجة لهذه المشاريع، مشاريع مستدامة، تكون هذه المشاريع تحت المتابعة والرصد حتى انها تكون ناجحة. كمان يجب على المجتمع والمؤسسات توفير الدعم، توفير القروض، ومنها وزارة العمل. الآن في عنا مشروع قروض مع صندوق التشغيل الفلسطيني، هذه القروض تصل إلى 15,000 دولار وبنسبة فائدة قليلة جدا. ومن هنا ندعو جميع النساء التوجه لمثلا وزارة العمل وصندوق التشغيل والمؤسسات الأخرى لأخذ قروض حتى أنه يصير عملية تمويل، لأنه تمكين المرأة اقتصاديا هو بيمكنها اجتماعيا وسياسيا في المجتمع. كمان في كثير على عاتق المؤسسات الأهلية والمؤسسات الخاصة في عملية التوعية والثقافة للمرأة في عملية المشاريع وكيف إنها توصل للمؤسسات الشريكة بالتنسيق. كمان مع الوزارات والمؤسسات الحكومية هي كلها جاهزة وعندها خطط وعندها برامج لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا. فكثير مهم للمرأة إنها تتوجه لهذه المؤسسات، وحتى إنها قبل ما تبدأ مشروع حتتوجه حتى تكون قادرة على إنه يكون المشروع ناجح. لقاءنا اليوم هو لقاء عن أهمية تمكين المرأة الاقتصادي ودور السلطات المحلية بزيادة تنمية مشاركة المرأة الاقتصادية بالمجتمع الفلسطيني عامة وبمجتمع طول كرم خاصة. يمكن اليوم أكثر سلطنا الضوء على دور المؤسسات ذات العلاقة من وزارات حكومية أو شبه الحكومية، وبالأخص البلديات والمجالس البلدية كونها البيئة الحاضنة للمشاريع سواء الفردية أو الجماعية.